على المنصة الرقمية المتخصصة لتثمين العروض السياحية بين ولايتي توزر وقبلي، هذا كل بتبيعة من تنظيم جمعية الإعلام والتنشيط الشبابي بقبلي. باش ناخذوا التفاصيل أكثر فأكثر، معنا مدام فاطمة جراد، أهلا وسهلا بيك. عسلامة عسلامة، ميرسي بوكو، ميرسي بور لانفيتاسيون. عسلامة للأوديونس نتاع كابيسي، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو ليك، يعطيك الصحة على تلبية الدعوة باش انك تعطينا مزيد تفاصيل على توريزم اب، هكا كان العنوان فاطمة. اي بالضبط، توريزم اب. اون فيت توريزم اب هو مشروع قامت بتنفيذه جمعية الإعلام والتنشيط الشبابي في قبلي امج. دونك المشروع هذا يهدف الى تحسين وتطوير الخدمات السياحيه في النزل وفي دور الضيافه لميلون دوت بين توزر وقبلي حاليا. وكذلك عملنا اون بلاتفورم نيميريك، منصه رقميه يحاولوا يقدروا فيها الناس اللي زارت ولايتي توزر وقبلي انها اول حاجه تتعرف على ليزاكتيفيتي اللي نجموا يعملوهم في الجهتين، وزاد يتعرفوا اكثر على ليزوتيل اللي دونك يمكن يسكنوا فيهم، والا سكنوا فيهم ديجا ويعطيوا عليهم ديزافي وفيدباك. نحن توا في الوقت الحالي عندنا 8 نزل دونك مشاركين معنا في المشروع، 4 في قبلي 4 في توزر، منهم زوز دو ميزون دوت. دونك المشروع هذا الى حد الان موجود في قبلي وتوزر كهو كيما ذكرنا، لكن على طول الوقت ان شاء الله مش نمشي للوطني ان شاء الله نعموه، ولا نعموه على تونس كامله ان شاء الله يا ربي. دونك نعاود نذكر اللي البرنامج هذايا هو اهم حاجه، المنصه الرقميه هذه مختصه وهي اداه حقيقيه لتثمين العروض السياحيه، سواء كما ما قلنا نحكي ولا دونك التوزر ولا قبلي. دايوغ توزر ولا قبلي معروفه بالسياحه الداخليه نتاعها والسياحه الممتازه خاصة الصحراوية، دونك يلزم التثمين لازم إلى السياحة الداخلية، دونك تعتبر هذه بوابة وبوابة كبيرة للترويج وتقديم المعلومات والتوصيات اللازمة بالطبيعة في الشأن السياحي. لكن خليني نفهم من عندك أكثر، هي ديجا حسب ما قريت أنا هبطوا أنتم على امتداد سنتي 22 و2023، دونك معناتها في طور الإنجاز وإلا في صعيد، معناتها توا موجودة المنصة هذه دونك ونجموا نستعملوها. أي المنصة موجودة من جويلية 2022، تم دونك تفعيلها رسميا نهار 15 جويلية 2022. دونك نجم أي حد يدخل على البلاتفورم دونك www.tourism-6up.com. دونك كما قلت لك معناها اللي مشى توزر وقبلي وسكن في واحد من ليزوتيل اللي موجودين، معناتها من 8 ليزوتيل هذوكم اللي مشاركين معانا، ينجم يدخل يعطي لافي نتاعو، يعطي لو فيدباك نتاعو بارابور، وهذا بالطبيعه بغايه التطوير. فوالا اي بالضبط. وزاد يتعرف على حاجات اخرى، خاطر نحن في تونس معروف يقول لك توزر وقبلي معناتها نحبوا نخرجوا شويه على الاستيريوتيب اللي معروفين على الجهتين هذوما، راهي ماهيش صحراء وجمل وكهو، راهي فيها تدخل باكتيفيتي نجموا العباد يعملوهم كي يمشيوا لتوزر وقبلي، ادخل كو الصحراء ادخل كو معناتها يعملوا دي سيركوي، نجموا بالحق يعيشوا دي اكسبيريونس معناتها vraiment très fantastique que soit احنا نحكيوا توا على معناتها على الشيل لوكال ولا على الشيل انترناسيونال. دونك هذه نلقاو فما vraiment une panoplie et une variété de d'activités موجودين في البلاتفورم توريزم اب. دونك اترافير لي زوند دو كاب اف ام، انا جانفيت الناس اللي تحب تحسن وتحب تطور من السياحه اللي موجوده عندنا في تونس، وخاطر بلادنا بالحق معناها مزيانه ومحلاها، وخاصه جنوبنا التونسي في حاجات اللي ما تلقاهمش عند لي بي الاخرين. دونك انا جانفيت الناس انها تدخل على البلاتفورم كيما قلت لك www.tourism-6up.com.
يشوفوا لي زاكتيفيتي اللي نجموا يعملوهم توا توا بعد رمضان باش تكون سيزون كبيره في الجنوب. ينجموا زيدا يدخلوا يشوفوا شنو هما لي زوتيل اللي موجودين معانا مشاركين معانا في الاوتيل، واذا كان كانوا قبل عندهم فيهم دي اكسبيريونس وكل شيء بوكو با يعطيو لوغ افي بيرسونيل. دونك يعطيك الصحة، ميرسي بوكو ليك مدام فاطمة جراد على مزيد التفاصيل. دونك حكينا على توريزم ابل منصة جديدة، تفضل قولي مدام. جست كيما قلت لك نحن عندنا دوتر معناتها اذا كان ما لقاوش لو سيت نتاعنا سيغ جوجل ينجموا يدخلوا على لي بلاتفورم نتاعنا على ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام تيك توك، يشوفوا اكثر حاجات على يعرفوا اكثر على البروجي توريزم اب ويلقاو زاد في لو سيت. بي فوالا دونك لي بلاتفورم نتاعكم، دونك هوني نحكيوا الفيسبوك انستغرام، دونك على جمعيه الاعلام والتنشيط يا شبيبي بقبلي هكا ولا لا؟ توريزم اب البروجي توريزم اب، دونك فما دي باج سبيسياليزي للمشروع الجديد. دونك يعطيك الصحة مدام فاطمة جراد، ميرسي بوكو على التفاصيل هذوما كلها. دونك حكينا على توريزم اب المشروع الجديد اللي نظمته جمعية الإعلام والتنشيط الشبابي بقبلي، مشروع يكون كانت البداية نتاعو من 15 جويلية 2022، حاجة ممتازة ومهمة برشا خاصة إلى الناحية السياحية في تونس، علما أنه نحن في تونس توها نستحق الدعم الكامل بحكم بداية الموسم السياحي قريبا. دونك نستحق الناس كلنا ندزوا العجلة مع بعضنا باش أن تكون ديما تونس في العلالي من الناحية السياحية كما ما كانت قبل. دونك البلاتفورم هذه تهدف للترويج للوجهة السياحية بين قبلي وتوزر حاليا، إلى أنه ننتظر أنه تكون الوطن على الصعيد الوطني الكل، تثمين نشر عروض النزل وبيوت الضيافة. دونك اتاحت الفرصة للحرفاء حتى باش يتقاسموا تجاربهم وتقييم أداء النزل وبيوت الضيافة، وبالطبيعة يتعرفوا على البرامج الكل بالطبيعة. هذا في توزر وقبلي، ميرسي بوكو ليك مدام فاطمة جراد مرة أخرى على المزيد من المعلومات. مساعتين 22 دقيقة، هذه نسر مدارج معكم بعد شوية بعد الأخبار.